الرحمن الرحيم. نحن من الجماهير البحرينية الذين التزمنا يوم أمس بتشجيع المنتخب المغربي وهم أبطال العرب حقيقة وأسود الملاعب. كنا نتمنى لهم نتيجة أفضل ولكن حصلوا على المركز الرابع وهو أيضا يعني مركز يليق بهم وإن شاء الله للأفضل. واليوم نشجع جميعا الأرجنتين وميسي تحديدا، فجميعا مع الأرجنتين ومع ميسي. ميسي 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 ميسي. هناك أسباب. أولا نحن يعني ننتمي ل يعني إبداعات الأرجنتين تاريخيا منذ زمن مارادونا واليوم ميسي، كما أن هناك أسباب ثقافية واجتماعية. اليوم نشعر أن الأرجنتين في الحقيقة كسبت قلوب الناس، قيم الأرجنتين الأقرب إلى العرب والأقرب لنا كعرب ومسلمين قيما وثقافة، بينما يعني لا نشعر هذا لدى المنتخبات الغربية مثلا، يعني هم أقرب إلى أفكار لا تناسبنا. فمن جميع النواحي نشعر أننا أرجنتينيين وأننا مع ميسي. ميسي 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 ميسي. والله هذا المنتخب المغربي مبارح كان بجنن، والله حرام، والله حرام يخسروا، يعني كنا حابين يروح للنهاية تمام. واليوم احنا مع الأرجنتين قلبا قالبا ضد فرنسا، بس مشان المغرب. اليوم جايين ندعم المنتخب الأرجنتيني، طبعا الأغلبية نفس ما سألتني يدعمون المنتخب الأرجنتيني عشان ليو ميسي، لأن لعب الأفضل في التاريخ، فكلنا نقول إنه يستحق إنه يأخذ كأس العالم. ما قلت لك الأغلبية يدعمون عشان ليونيل ميسي بس. ليونيل ميسي. لا مبابي. لا مبابي لا. أخذها مرة خلاص. منتخب المغربي والله شرفنا، والله شرفنا. كنا نتمنى أن يكون. نتمنى المركز الثالث والله. كنا نتمنى يفوز على النهائي. تمنينا والله. وحتى البارح مع كرواتيا تمنينا والله يأخذ الثالث، يستاهل. والله يستاهلون. سود الأطلس شرفونا والله، شرفوا العرب والله كلهم. I like Maradona, I like Messi, I like Argentina. Very very good man, very very good man. Messi and Argentina. I need World Cup with Messi. I like Argentina. I want Argentina. Okay. احنا بالنسبه لنا ضد فرنسا كنشجعوا حاليا الارجنتين، وبغينا هي اللي تفوز بهذا الكاس ان شاء الله. علاش بيديش ميسي اللي اسطوره وبقى خاصو غير هذا الكاس العالم، وكنشوفوا العرب كاملين متحدين كيشجعوا الارجنتين. هنا في السوق واقف مشير في اي منطقه غتمشي دابا غتلقى غير الارجنتين الارجنتين، ما كتشوفش ديال فرنسا. وان شاء الله غيكون فوز ديال الارجنتين ان شاء الله على فرنسا. نشجع الأرجنتين عشان أسطورة ميسي، عشان مسيرة ميسي. ميسي يستاهل إنه يأخذ بطولة كأس العالم، وإن شاء الله بإذن الله يحققها الليلة. فرنسا مش هتربح. لا إن شاء الله لا، بإذن الله ميسي الليلة. كنتم مع المغرب قبل ذلك؟ إيه كنا مع المغرب قبل ذلك، قبلها مع السعودية. والله العرب كلهم كيشجعوا الأرجنتين حنش ضد فرنسا، حن داكشي اللي دارت فرنسا مع المغرب. المغرب ديما مغرب ديما وليد الركراكي. وفيفا مغرب، وشكرا لك بزاف. وكنتمنى من الناس كاع المغاربه اللي هنا يبقاو هازين ترابو، هازين راسهم الفوق وفرحانين ببلادهم. الحمد لله.